السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الروتين بتاعنا ما تنسوش تحط لايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان نوصلكم كل جديد. هنعمل بقى يا حبايب الفيديو بتاعنا النهارده يا حبايبي، هنعمل روتين في الصاله واوضه الاطفال يا حبايب قلبي. هعمل معاكم روتين يعني. كملوا معانا الروتين للاخر عشان هيعجبكم قوي قوي قوي. يلا يا حبايبي نبدا. اول حاجه هنعملها ننظف الركن يا حبايبي اهو. يعني انا اصلا كنت منظفه من تحت الركنه من ورا وشايله وكده، فالنهارده بقى ايه هعمل معاكم روتين ايه تنظيف كده وخلاص، يعني ترويعه من على الوش كده يا حبايبي. هننظف الركنه كلها وهنرص الخضريات بتاعتنا يا حبايبي. انا كنت شايله الفرش بتاع الركنه كده وكنت غسلاه يعني، فهو نظيف يعني. بقى اجيب المقشة بقى وهنكمس. الفوطة دي يا ماما؟ الفوطة ماشي. بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايب قلبي. وانا يا جماعة باكل حلاوة الموز. كل سنه وانتم طيبين ومناسبة مولد النبي يا حبايب قلبي. هعلمه الجزء دوت كده عشان انتوا عارفين ان انا عندي صلاه جزئين، وهنخش على اوضه الاطفال وبعدين نطلع الجزء مع الكنسه مع بعضها. ايه يعني شايفين الدنيا بقى يمين من لونس اهوت والدنيا كلها ايه متلخبطه. نبدا بقى ننفذ نطبق الكوبايات اهيت. الرقه برضه نخليها زي الفل يا حبيبي. برضه الملايات مغيره لسه جديده في عند فلسه. انا برضو هغيره اهوت. نروق على طول يا حبايب قلبي وننضف على طول. اخر الشقه عندي نظيفه يعني، الشقه اللي تحت برضو منظفاها على طول، والشقه اللي فوق والشقه دي منظفاها على طول يا حبايب قلبي. هعمل لكم ان شاء الله روتين في المطبخ انا وياسمين. هغسل الحيطان بتاعه المطبخ كده وهروقه انا وياسمين ان شاء الله قريب ان شاء الله يا حبايب قلبي. بس على ما الاقيلها بقى يوم فاضيه كده من تكون ما عندهاش درس ولا حاجه، وهم قاعده بقى عامله وهي روتين وهوريه لكم يا حبايبي. عشان خلود ما اقدرش اخليها تعمل معايا روتين، عشان خلود انتوا عارفين اللي ياخد في ثالثه ثانوي بقى، وربنا ينجحها والمسلمين كلها يا رب العالمين، ينجح الجميع يا رب وما تخيبش تعب حد. واهم حاجه يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد يوصل. الشيل البتاع عادي. ده ليه فين المروحه دي؟ يلا هاتي المروحه. ساتر ميت نرجع نروح بره كده ننزل الستاره بتاعتنا. هيا يا حبيبي نكنس بقى الاوضه كده اهو. انتوا شايفين اهو، شوف مطلعه قدام طلعوا استخبار يعني، برضه كل العيال بتبقى قاعده فيها طول الليل برضه بتتكسر كل اخواتي وحبايبي كده
واصحابي وعيلتي التانية يا حبايب قلبي، تشجعوني كده وتحطوا لي لايكات يا حبايب عشان اللايكات يلا ترفع الفيديو اهو يا حبايب قلبي. نطلعها لبره. طلعت بقى الكنسة على برده على الجوزة زي ما قلتلك اهوت بس ترى دي الستارة ده حطيناها ايه؟ حطت النص كده برضه هناخد الجزء بتاع الطرقة بتاعتنا برضه حتى المشة اتفكت يا حبايبي. نبني سحاب الطرقة ده برضه معانا كده نطلعها خلص يا حبايبي وهوريك. بص يا حبايبي جبنا الميه اهي دي كول ونبدا نمسح بيها مع بعض يا حبايبي. هنبدا نمسح الصاله اهو دي بتبقى زي الفل. خش برضه يا حبيبي البع الاوضه وبعدين ناخد الكوسه مع بعض وحلو. نمسح بعض الاوضه بتاعتنا اهي. الاوضه بتاعت الاصفار اهو يا حبايبي اهو زي ما انتوا شايفين كده. تشجيعي تقوم بقى اللي ما نظفتش بقى تقوم تنظف وتروق كده وتروق كده تخلي الدنيا تقعدي بقى في الدنيا تخلي تلاقي الدنيا زي الفل حواليكي ولا وساخه ولا عطشه ولا اي حاجه يا حبايبي. طلعنا برضو على الصاله اهو على بقيه الصاله معانا. ناخد بقى جزء مع بعض كده جزء ده كله مع بعض. جيت برضو هنا كده اهو المره الشقه برضو شجع بعض كده يا حبيبي. قولي بقى ايه رايكم كده ايه؟ خلصنا مسحنا الصاله ومسحنا الاوضه زي ما انتوا شايفين كده وخليناها زي الفل. كل الصاله بقت بتلمع رواتها وخليتها فل اهي شايفين؟ شايفين جميله خليتها زي الفل. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا سلام يا حبايبي.